بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أمن مستقبلك، شعار ينبغي أن نعتني به عناية تامة في ظل ذلك الطغيان المادي الذي انتشر بين كثير من الناس. كثير من الناس انشغل بدنياه عن آخرته، وصار جل الهم والفكر منصرفا إليها. صاروا يطلقون نفس الشعار، يقولون أمن مستقبلك، ولكن من منظور آخر. أما نحن، أما المسلم، فشعارنا أمن مستقبلك نقصد به المستقبل الآخر أو الآخر، وهو ما يكون للعبد بعد الموت، بداية بالقبر وما يليه من منازل اليوم الآخر. كما أن العبد يحرص على تأمين مستقبله الدنيوي، فواجب عليه أن يحرص على تأمين مستقبله الأخروي. هو يحرص على تأمين مستقبله الدنيوي بعمل وكد وكدح، يتبعه زواج واستقرار وسكن وحاجيات، بل وتحسينيات كثيرة كثيرة. فلا بد أن يحرص أيضا على زاده الأخروي، على مستقبله بعد الموت. وانظروا للتفاوت بين الناس في الاهتمام بالاثنين. من كان منهم مثلا يستعد للزواج، هل يستعد للموت كما هو يستعد للزواج؟ من كان منهم من يستعد بتحسين بيته وتجميله وتجديده حينا بعد حين، هل هو أيضا يهتم بقبره والعمل الصالح الذي يرسله إليه كما يهتم بدنياه؟ التجديد يطول كل شيء تقريبا في هذه الحياة، تجديد المنازل، تجديد السيارات، تجديد أجهزة المنازل أو غير ذلك. لكن في أحيان كثيرة لا يطال الإيمان، في أحيان كثيرة يعيش العبد بهذا الدين وبهذا القلب سنين عددة إلى أن يأتيه الموت، وربما كان في نقصان، لا يهتم بتجديد إيمانه في أحوال كثيرة، لا يعتني بإصلاح قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا للبيوت كم فيها من كماليات وأشياء لا حاجة فيها، كان البيت الثاني أحوج ما يكون إليها. هل الشاب الذي يستعد للامتحانات يستعد لامتحان القبر كما يستعد للثانوية أو الجامعة؟ هل هو منشغل بمواد الامتحان الأخير كانشغاله بمواد امتحانه الأول؟ كم من الفرق والتباين بين الانشغالين والاهتمامين. انظروا وأبسط أكثر فأقول، لمن يريد الزواج كم يدفع وكم يتكلف الزواج؟ هذا نتكلم في الحلال، لا نتكلم في صور المحرمات والمعاصي التي تفعل من غناء وبعض الصور المحرمة التي كلكم يعرفها. أنا أتكلم فقط عن الحلال، كم يدفع وكم يشتري من المتاع؟ وفي كثير من الأحيين هذا المتاع أو كثير منه يوضع في البيت لا يستعمل سنين عدد، بل ربما يرثه من بعده الأحفاد، وهو هو نفس الشخص. هل كلف نفسه أن يشتري كتابا في تفسير القرآن الكريم يكون نبراسا لحياته بعد الزواج؟ هل هو كلف نفسه أن يشتري شرحا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منها ويعلم زوجه وولده؟ كثير من البيوت لا يفعل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من البيوت انصب الاهتمام والانشغال على الجسد، على البدن، وأهملوا أمر القلب. لو نظرت في تلك الحقائب التي تحمل بالمتاع من بيت العروس إلى بيت الزوج، عارفين طبعا اللي بيحصل، ما الزوجة بتيجي تنقل العفش، كم عربية ها وكم شنطة ها، بل انظر حتى للأشياء
الأشياء الواحدة المتكررة. يجيب مثلا طقم مش عارف ايه، يجيب منه كم حاجة، هاخد بالك، واصل ده ياباني، لا وده مش عارف اندونيس، لا ده احلى، واشياء كثيرة ربما لا والله لا تستعمل حتى الموت والله، وهذا في بيوت الكثيرين. وهم هم انفسهم لم يكلف احدهم نفسه ان يعتني بقلبه وان يعتني بزوجه، ان يشتري كتابا في التفسير. وانظروا لمتاع للأمتعة، من فيها أو ما فيها من الكتب مثلا التي تهتم بدراسة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما لا يعرف الإنسان متى يأتيه الموت، متى يكون الامتحان. وقد سمعتم قصة ذلك الشاب الذي مات، بل كثير والله، الذي مات على صدر الراقصة في ليلة عرسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا إخواني كانت هذه الحلقات وتلك المواعظ، لا نريد من الناس ترك الدنيا، لسنا ننهى الناس عن التمتع بالطيبات، فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الإيه؟ من الرزق. لا تنس نصيبك من الدنيا على من فسرها بتناول الطيبات والمتع الحلال، لكننا نريد قلوبا معلقة بالآخرة، مع أخذها بنصيبها من الدنيا نريد قلوبا لا تسكن الدنيا فيها، نريد قلوبا لا تجعل الدنيا هي الهم الذي تقوم عليه وتنام، مع اهتمامها بالدنيا. وعندنا قدوات على ذلك، حتى البعض لا يقول هذا غير ممكن، عندنا قدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل من الطيبات، يأكل اللحم ويتزوج النساء ويستمتع بما يسر الله عز وجل له بغير تكلف، ولكن ما كان قلبه منشغلا بها، ما كان همه منصرفا إليها صلى الله عليه وسلم. وإن قلت هذا رسول وهذا نبي، فأقول وأصحابه كذلك، كان فيهم الغني وكان فيهم أيضا الفقير، حتى من كان غنيا من المسلمين نقول لك قدوة في الأغنياء من الصحابة، ومن كان فقيرا من المسلمين قلنا له لك قدوة في فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نعرف كيف نسير إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا هذا المعنى الذي أقصده، تأمين المستقبل الأخروي مع عدم الاهتمام بالمستقبل الدنيوي، وهو يسأل الصحابة يوما يقول: أيكم، وهذا أسأله نفسي وإياكم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الإجابة إيه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من مال، يعني مين اللي يحب الفلوس اللي هياخدها الورثة أكثر من الفلوس اللي هو هيستمتع بها هو فيه؟ فلذلك الصحابة حاجة فطرية مغروسة قالوا: كلنا ماله أحب إليه. الصحابة أجابوا على السؤال كذلك، فقال وهو يصحح المفاهيم: فإن اسمع، فإن ماله إيه؟ ما قدم، وإن مال وارثه ما أخر. فإن ماله يعني اللي لك، اللي انت وانت حي ايه قدمته، واللي للورثة اللي انت ايه تركته. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. فيقول: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هل يعني ذلك أننا نترك الورثة فقراء عالة؟ لا، هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم ايه عالى يتكففون الناس. ولكن مع التوازن كما ذكرت، نعتني بالدنيا ونهتم بها لأنها معبر نصل من خلاله إلى الآخرة، وليست لأنها مقر ننشغل به عن الآخرة. بل والله كما قال بعض السلف: لو كانت الدنيا، وانتبه لهذا المثل وأجب، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، أيهما تقدم؟ قال: لكان من العقل أن يقدم الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف إيه؟ وده الواقع. ولكن انظر لتفاوت همم الناس في انشغالهم بالآخرة وإهمالهم أمر الدنيا. نريد أن يكون للمسلمين حظ ونصيب في مالك أيها الغني، فيما وسع الله به عليك ولو بالقليل، يجد ذلك العبد في قبره في مستقبله الأخروي. قصة لعلي ذكرتها لكن أعيدها لأن هذا موطنها، في رجل سافر للعمل في أوروبا وظل سنين عددة حتى أنساه ذلك العمل
أمه وأهله، فكان لا يتصل بهم ولا يسأل عنهم. ثم فاجأه الموت، هادم اللذات، انظر للتسمية، هادم اللذات. فعلا كل ما يكون فيه الإنسان من لذة يأتي الموت فيهدمها. كم كان هذا الشاب يفكر في مستقبله الدنيوي، فيما بعد جمع المال وماذا سيفعل به، ولكن أتاه الموت. فكان أن أرسل المال إلى أهله، فلما جلس بعض العلماء بعض الشيوخ يعني يقسم التركة أو الميراث، قالت الأم لا أريد شيئا من ماله لأنه ما كان يسأل عني، قال له حد الله بيني وإيه وبين فلوس، أنا مش عايزة منه حاجة. فعاد المال كله، خليك معاي، عاد المال كله لأخيه، حوالي ربع مليون. فقال ذلك الشيخ لأخيه نريد أن نفعل شيئا للميت ينفعه بعد موته، نعمل له صدقة جارية، نفتح له حاجة، باب خير، مثلا 250 ألف نطلع له مثلا 20-30 ألف. قال له يا عم الشيخ هطلع له 10 جنيه كل شهر. فانظر لهذه القصة، وانظر لهذا الرجل الذي جمع ذلك المال وما انتفع به، بل يسمع هذه القصة بعض الأغنياء فيذهب من فوره ويخصص شيئا من الأرض التي يملكها يبني عليها مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن وخدمة للمسلمين، ومع ذلك يترك ورثته أغنياء، لكنه اهتم بنفسه، أمن مستقبله. من سيذكرك ويذكرني بعد موتنا؟ هل سينشغل الورث بالمال الذي جمعناه حتى عن التصدق علينا والتصدق من أجلنا؟ إنما ذكرته لكم إخواني عبرة لمن يعتبر. ولذا فتحنا الباب في الأسبوع الماضي للصدقة الجارية، نريد بعض الأشياء في المسجد، نريد شاشة عرض في الدور العلوي للنساء، وهذا إن شاء الله من الصدقة الجارية التي تلحق العبد بعد الموت، وغير ذلك من الصور الكثير. بعض الحالات من الفقراء ربما والله لا نجد لها سوى القليل من المال كل شهر، ومن ينفق على فقراء المسلمين إن لم يكن أهل الخير والفضل من المسلمين. نسأل الله أن يبارك للمسلمين في أموالهم وأرزاقهم وأولادهم وفيما رزقهم، وأن يجعل ما رزقنا عونا لنا على طاعته سبحانه وتعالى. 10 أسباب للنجاة من عذاب القبر، ذكرنا منها في اللقاء السابق ما بدأت به درسي هذا، وهو إشارة إلى الاجتهاد في العمل الصالح، وهو الإيمان بالله والاجتهاد في العمل الصالح وتجديد الإيمان، وثانيا المحاسبة اليومية، لأنك معك رأس مال، فإن لم تعتني به وإن لم تحاسب نفسك عليه ربما يضيع منك رأس المال في غير منفعة وغير فائدة. ثالثا الاستقامة على طاعة الله، ورابعا الشهادة في سبيل الله، وخامسا شهداء، نعم شهداء بغير قتال، وذكرنا عدة صور لهؤلاء، ثم الرباط في سبيل الله، ثم سورة الملك، سورة 30 آية شفعت لرجل حتى أنجته من عذاب الله أو حتى أدخلته الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثامن، وانتبهوا لأنه من أهم الأسباب وأيسرها أيضا، كثرة ذكر الله تعالى، كثرة ذكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له، يعني أنجى له يعني ينجيه نجاة تامة، يكون سببا في نجاته، أكثر شيء يكون سببا في نجاة الإنسان، يقول ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. إذن ذكر الله من أعظم أسباب النجاة من إيه؟ من عذاب الله. وكل عبادة حد لها الشرع حدا، إن الله لم يفرض على عباده كما قال ابن عباس فريضة إلا جعل لها حدا معلومة، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فالله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، ولذا قال اذكروا الله ذكرا كثيرة، وقال عن الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر في الغنى والفقر في الصحة والسقم في السر والعلانية على كل حال. وحين ذاك يخرج العبد بوسام والذاكرين الله
كثيرا والذاكرات أعد الله لهم إيه؟ مغفرة وأجرا عظيما. كيف تنال أخي الحبيب ذلك الشرف؟ سؤال مهم. كيف أكون، ركز معي اللي سرحان ده، كيف أكون من الذاكرين الله كثيرا؟ ماذا أفعل لأنال هذا الشرف؟ أي حد للذكر؟ ممكن نشوف إجابة، يعني أي ذكر أنشغل به فإذا فعلته كنت من هؤلاء. هل مثلا ها قرآن؟ هل أذكار الصباح والمساء فقط مثلا؟ يعني أي حد ها ورد الصلوات الخمسة. تعالوا نسمع كلام السلف، كلام الصحابة. قال ابن عباس في من يستحق هذا الوصف: يذكرون الله في أدبار الصلوات، اللي هو إيه؟ تسبيحات التي تكون بعد الصلوات، وغدوا وعشية، وفي المضاجع اللي هو النوم، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: إذا واظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبنحوه قال محمد، الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. إذن الأمر يسير، أن يحافظ العبد على الصلوات الخمس، وقد من الله عز وجل علينا بذلك، نسأل الله أن يرزقنا الثبات على الخير. ثم أن ينشغل بذكر الله تعالى في سائر أحواله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، بل يبين أن الذكر الكثير من أسباب إجابة الدعاء، فيقول: ثلاثة لا يرد دعاؤهم. منهم ثلاثة لا يرد دعاؤهم: المظلوم، ها، الصائم. طب ما قلتوش حاجة من اللي احنا عايزين. قال صلى الله عليه وسلم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط، يعني العادل، الحاكم العادل. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يذكر الله في بيته، والبيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي. قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. تخيل كده، لو إنسان عايش في قبر يقدر يعيش؟ لا يتحمل ذلك إنسان. كذلك البيت الذي ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. تعرف أن الذكر أخي من أعظم العدة للحماية من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد، اسمع الحديث ده كده أول مرة تسمعه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. سمعته قبل كده؟ وإن العبد أحصن ما يكون، يعني أحصن في غاية التحصين، أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فين؟ في ذكر الله. بل يكون الله عز وجل معك بكلاءته وحفظه إذا كنت من الذاكرين له، كما قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي، يعني بالحفظ والكلاء والتأييد والنصرة، ما ذكرني، يعني كلما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس خير؟ قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فقيل له: أي الأعمال أفضل؟ عايز جواب، ولا جبت هدايا ولا جبت الأذكار، ماشي، ها، أي العمل خير أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. انظر لهذا العمل وهو يسير والله. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي يفارق الدنيا ولسانه ذاكر هو من أهل الجنة. فقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إيه؟ دخل الجنة. انظر لهذه الفضيلة العظيمة. يعني معنا قصة إن شاء الله لعلها تأتي في الأسبوع القادم، تبين لك كيف يكون من عاش على ذكر الله، كيف تكون خاتمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. وكل مجلس، وانتبه، كل مجلس يجلسه العبد في ذكر لله تعالى إذا قام منه تغفر له ذنوبه. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر، يعني على ذكر، ما اجتمع قوم على ذكر،
أي أصل بعض الناس فكر الذكر اللي هو زي الحلقات اللي بيتطوحوا كده لا، بل هذا ليس من السنة. والذي يقول هو من السنة يأتينا بدليل واحد على أن الصحابة كانوا يذكرون الله كذلك، بل الذكر يشمل كل شيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، وعلى رأسه تدارس القرآن الكريم والسنة النبوية ومجالس العلم. من اسمع هذا الحديث، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. مين يسمعه؟ ما اجتمع قوم، لا كله هيسمع، أنا هنقي ناس دلوقتي كده أقول لك قول وهقول لكم ليه، بس يلا انتبهوا معي. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، أنت بتسبق، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. ها؟ لا نقص. ها؟ ما اجتمع قوم على ذكر فإيه؟ فتفرقوا عنه، يبقى أنت نص ونص، إلا إيه؟ قيل لهم إيه؟ قوموا مغفورا لكم. ها؟ يلا كده عم الشيخ معاك. إلا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا منه. تعرفوا أنا ليه بقول لكم الحديث عايزين نحفظه؟ عشان ده هيبقى مادة ليك في الأسبوع ده دعوية. عايزك الأسبوع ده تكلم خمسة وتقول لهم تعالوا في مجلس ذكر، وإن شاء الله لما نقوم منه هناخد إيه؟ ثواب. قوموا إيه؟ فين دي هيلاقيها الإنسان؟ على القهوة؟ قدام التلفزيون؟ ها؟ ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا. لا ده كده ده أكتر كمان، حفتهم إيه؟ الحديث الآخر: الملائكة غشيتهم نزلت عليهم، والأعلى بقى: وذكرهم الله. ذكرهم الله، شوف ذكرهم الله ما أحلاها، ذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا منهم. ولذلك يا إخواني في المقابل من أغفلوا هذا المعنى يتحسرون يوم القيامة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. أعوذ بالله، شوف أكنهم قاعدين كده على مائدة عليها إيه؟ جيفة حمار، يقوموا أكنهم قايمين عن جيفة حمار. وإيه كمان؟ وكان عليهم حسرة، يعني هذا المجلس يكون عليهم يوم القيامة إيه؟ حسرة. أما الذاكرون لله تعالى فوق ما ذكرته لكم من الخير، فإن أحدهم لو مات على ذكر الله كان من أهل الجنة، يموت على الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعرف ثوابها إيه؟ من قالها من النهار، اللي هي في أذكار إيه؟ الصباح، الصباح ولا المساء؟ وفي المساء. من قالها من النهار موقنا بها ما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل ليذكر المساء موقنا أو وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أرأيت خواتيم الذاكرين؟ فرق بين من يموت فيقال له قل لا إله إلا الله. ها؟ واحد كان بيموت فكان راكب العبارة اللي غرقت في التسعينات سالم إكسبريس، فبيقولوا له قل لا إله إلا الله. كان بقى هو جاي من السفر ومع التحويشة، مفيش مانع إنسان يعمل ويتكسب، لكن أن يكون المال في يدك وليس في قلبك. فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فيرد الشنطة الفلوس، الشنطة الفلوس، ومات على كده آخر حاجة. ولا حول، لا نقول هو من أهل النار، الله أعلم، لكن انظر للانشغال بالدنيا كيف حرم العبد من أن يقول لا إله إلا الله في هذه اللحظات. وانظر في المقابل إلى المغسلة التي كانت تغسل امرأة كبيرة في السن، فكانت تقول لها قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، فتخيلوا بما ردت المرأة، والمرأة كانت في مرض شديد، وأراد أولادها أن يخففوا عنها برحلة حج، قالوا لها يا أمي إحنا هنعمل لك رحلة حج عشان إيه؟ يرفعوا إيه يعني؟ معنوياتها شوي. فجاء الموت قبل أن إيه؟ أن تسافر. فالمرأة التي كانت تغسلها تذكر أنهم كانوا يقولون لها قولي لا إله إلا الله، فبما ترد؟ تقول لها يا بنتي أنا في الشوط السابع، يعني إيه؟ بالطوف.
سبحان الله. شوف انظر للخواتيم من القلوب المعلقة بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يغلب على لسانه من شغل به إيه؟ قلبه. الحقوا صلحوا الحاجة الفلانية في البيت الفلاني، والمش عارف البيت تعملوا لها كذا، والأرض يعملوا فيها كذا، والفلوس اللي في البنك كذا، وأنا لي عند فلان كذا، ويفضل على كذا لحد ما يموت. ماذا حصلت يا مسكين؟ وأما الآخر أو الخواتيم الحسنة تسمع منهم كل خير، لأن قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. عشان كده يا إخواني عايزين نفتح مشروع كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا، وده أمر في غاية الأهمية. في كتاب يعني تقريبا 3 جنيه أو 2 جنيه ونص، لن يكلفك كثيرا، لن يكلفك كثيرا، بل هو دليلك العملي لتكون من الذاكرين الله كثيرا، وكذلك زوجتك وكذا أولادك. كل أخ مننا يريد يجيب الكتاب ده ويحطه في جيبه، ويجيب كتاب لزوجته وكتاب لابنه. نريد أن نفعل هذا بين المسلمين. كل أسبوع تجيب كتاب تديه هدية المسلم، كتير ليس بكثير، كتاب مختصر النصيح في الأذكار والأدعية الصحيحة. بل إيه رأيكم احنا عايزين نجيب شوية هدايا الأسبوع الجاي؟ كم واحد ما عندوش مختصر النصيحة يرفع إيده؟ اللي ما عندوش الكتاب ده يرفع إيده. طيب خلاص نجيبوا لهم هدايا الأسبوع الجاي، انتوا هتدفعوا برضه، يعني تلاقي واحد واقف على الباب وتدفعوا له، احنا نجيبوا لهم الهدايا. هذا الكتاب يعني انظر لحرص الناس على الفلوس على الأموال، لو قلت لك يجعلك من أصحاب المليارات أكون قد بخسته حقه، بل هو أكثر من ذلك بفضل الله. فيه من الأدعية دعاء واحد عليه مليون حسنة تقريبا، تخيل، ويحط عن العبد مليون سيئة، وأذكر أخرى كثيرة. لا يستغني المسلم أبدا عن زاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل تقريبا كل ما يحتاجه المسلم في كل أحواله، عند الطعام، عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، حتى عند الموت، عند الزواج، عند نزول المطر، عند هياج الريح، في سائر الأحوال السفلية والأرضية تجد بفضل الله تعالى ذكرا لذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليتنا إخواني نعتني بذلك ونشغل أنفسنا بذكر الله، فإن ذلك من أعظم أسباب حسن الخاتمة ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر كما ذكرت لكم. السبب التاسع من أسباب النجاة من عذاب القبر، الموت ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قولوا كده، إيه هو الموت؟ إمتى؟ يوم الجمعة أو إيه؟ طب أعملها إزاي دي؟ تعملها إزاي؟ الموت يوم الجمعة أو ليلة، ليلة الجمعة اللي هو إمتى؟ خميس، اللي بيقول لك خميس بالليل، بعد من مغرب الخميس، من مغرب الخميس. يبقى قدامك من مغرب الخميس لإمتى؟ لا مش العصر، لمغرب، لمغرب الجمعة اللي هو بنسميه بقى ليلة السبت. كل ده كم ساعة دول؟ 24 ساعة دول اللي يموت فيهم ويكون من الصالحين يقيه الله عز وجل عذاب القبر. اسمع قول حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم، ما صلتش على النبي انت النهاردة، 10 حسنات راح، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. حديث حسن. إلا وقاه الله إيه؟ فتنة القبر. وهذا كما ذكرت ليس من كسب العبد، وإنما فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لك سبب تبذله وهو الدعاء. صليت مرة الجمعة جنب راجل كبير عجوز، فسمعته وأنا ساجد، وهو ساجد كان بيدعي بصوت عالي، فبيقول: يا رب أموت يوم الجمعة، يا رب أموت يوم الجمعة، كده بالبساطة كده، خد بالك، لعله سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتمنى هذه الموت الحسنة. أسأل أن يرزقنا موتة حسنة. الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله كلكم عارفين، كان من دعائه: اللهم أحيني إماما وتوفني إماما واحشرني ساجدا ومات ساجدا يوم الجمعة. شوف الدعاء، اللهم احشرني إماما، كانوا بيعرضوا عليه مناصب ويعرضوا عليه سفر خارج مصر، فيقول لهم: لا أنا بدعي بقول اللهم احشرني، اللهم أحيني إماما وتوفني إماما واحشرني ساجدا يوم الجمعة. قبل صلاة الجمعة قام يتنفل يصلي بعض الركعات، مات وهو ساجد. يعني مش موضوع بقى أنه مات يوم الجمعة وخلاص، ده كمان وهو إيه؟ وهو ساجد. وهذا فضل إلى فضل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه من أهل الجنة. وكان بعض السلف يقول: اللهم إني أسألك الموتة الحسنة، بيدعو بذلك الدعاء. فسئل عنها قال: أن يقبضني الله وأنا ساجد، فقبضه الله وهو ساجد. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يرزقنا من فضله.
من أسباب النجاة من عذاب القبر ده العاشر، ها ده العاشر يا جماعة ولا كام؟ العاشر بقى الدعاء، وده قريب ممن سبق. لكن عندنا أدعية أو صيغ من صيغ الأدعية، اصحى معي، عندنا أدعية يرجى لمن دعا بها الإجابة، اصحى معايا، أدعية يرجى لمن دعا بها الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، سيبوا بقى ما تسكتوا، جزاك الله خيرا، تعالى رجل طبق اللي ربنا يتقبل منك من أفضل حسناتك، أو الكتاب جالك، شوف فضل ربنا واسع ازاي، ادعوا له بقى ربنا يبارك له في أهلي ومالي، جزاك الله خير. سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، احفظ الدعاء هتلاقيه في الكتاب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا هتدفعه برضو، ها هتدفعه على الباب برضو، يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وإيه وأعوذ بك من النار. فقال لأصحابه تدرون بما دعا؟ لقد والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما ينفعش تحفظش الدعاء ده، هذا فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هتلاقيه في الكتاب. وهناك حديث آخر اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احفظ هذين وأكثر من دعاء الله عز وجل بهما، واجعل من ضمن الدعاء أن يقيك الله عذاب القبر. ليه؟ اسمع، تقول عائشة لما دخلت عليها يهودية، يهودية دخلت على مين؟ أمنا عائشة، قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية اللي بتقول لمين؟ السيدة عائشة، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة سألت الرسول من عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. تعال نطبق كده على نفسنا صلاة العشاء اللي صليناها، في ناس قاعدة في وسطنا لم تتعوذ بالله من عذاب القبر، صح ولا لا؟ الرسول ما كان يصلي صلاة إلا وإيه يتعوذ فيها من إيه؟ من عذاب القبر. ولذا كان يقول آمرا الصحابة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، احفظ معايا أنت اللي ناي، اصحى يا ابني، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إيه هما؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ترتيب الحديث، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح بالحاء مش بالخاء، المسيح الدجال. تاني، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا مش فيها، لا هو الحديث كده فقط. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان يقول لأصحابه تعوذوا بالله، قولوا ما احنا قلنا قبل كده، كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهذا يدل على خطر وأهمية هذه الدعوة، ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يأمر الصحابة أن يقولوها في كل صلاة، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، قال هذه من واجبات الصلاة، لو تركها عليه سهو سجود سهو، مع أن الجمهور ذهب إلى الاستحباب. لكن ما الذي يجعلك تترك هذه الدعوة؟ وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تشهد أحدكم فإيه؟ فليتعوذ فليستعذ. فالمسلم الحريص على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان مستطيعا لذلك. من الأسباب أيضا، من الأسباب أيضا الحج والعمرة وشرب زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. لماذا؟
لأن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم ما قبله، والعمرة كذلك، عمرة برة أو حجة برة تفضل في ثوابها أو ثوابها أفضل أو أكثر مما بين المشرق والمغرب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله من أتى هذا البيت اللي هو الكعبة فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته إيه؟ أمه. من أتى هذا البيت أي بحج وعمرة، رحلة ترجع منها ويرجع منها العبد غفرت له كل ذنوبه. بعض الإخوة كان في رحلة حج وهم بعد ما خلصوا بيرتبوا الشنط بتاعتهم على الأوتوبيس وبتاعه كده، وهو فوق الأوتوبيس يجهز الأمتعة سقط على الأرض فمات. تنظر للخواتيم. والحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم ما قبله، فإذا مات العبد مثلا بعد رمضان أو بعد حج فنرجو له أن تكون هذه من علامات إيه؟ حسن الخاتمة، لأن الصحيفة عادت إيه؟ بيضاء نقية بفضل الله تعالى. ثم ماء زمزم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ولذلك كان ابن المبارك ربما يشرب زمزم ويقول اللهم إني أشربه ليوم العطش اللي هو يوم القيامة. وانوي ما شئت وما أحببت. من السلف من كان يشرب زمزم بنية العلم فيحصل العلم، منهم من كان يشرب زمزم بنية الشهادة فيحصلها، منهم من كان يشرب زمزم بنية أن يرفعه الله عز وجل مثل ما رفع فلان أو فلان من الأئمة فيرفعه الله عز وجل لصدقه في ذلك، من الناس من يشرب زمزم بنية الشفاء. لا مانع كل ما شئت من الخير فاشرب زمزم وأكثر من الدعاء وسيعطيك الله عز وجل من فضله، لأنه أكرم من أن يرد من سأله. ومع العلم أن زمزم لا يشترط أن تشرب في مكة، بل في أي مكان شربت ودعي معها فإن الدعاء يستجب بإذن الله تعالى. أن بعض الناس يقول لازم يكون شرب زمزم فين، لا بل في أي مكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من في مكة أن يرسلوا له وهو في المدينة ماء زمزم، فهذا يدل على أنه يشرب في مكة وغير مكة وتنطبق عليه هذه الإيه؟ هذه الفضيلة. أخيرا إخواني أختم ببعض الأعمال التي ينتفع بها العبد بعد الموت حتى نحرص نحن عليها ونفعلها مع آبائنا وأمهاتنا الذين سبقونا إلى الله بموت. من كان له يعني من مات من أب أو أم، فهذه الأعمال ننتفع نحن بها ثم أيضا نفعها يصل إلى آبائنا وأمهاتنا الذين ماتوا. ينتفع الميت من عمل غيره بأمور. ليه بنقول من عمل غيره؟ لأن كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن في أشياء غيرك يعملها وتاخد أنت ثوابها. إيه بقى الأشياء دي؟ هنقوله. واحد، دعاء المسلم لأخيه. دعاء المسلم لأخيه، قال الله، من يقول آية؟ دعاء المسلم لأخوه. وأي والله ينور. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. يعني بظهر الغيب وهو غير حاضر. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل. كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين. آمين يعني اللهم استجب ولك بمثل. ولذا كان بعض السلف إذا أراد لنفسه شيئا دعا به لبعض إخوانه. إيه رأيكم طبق الكلام ده؟ تدعوا لي وندعي لكم. يدعو أحدنا لأخيه. إذا دعوت لأخيك الملك يقول آمين، يعني يدعو الله أن يستجيب لك. تعرفين دعاء الملك إيه؟ آمين ولك بمثل. والحديث رواه مسلم. وإذا نظرنا في صلاة الجنازة كلها عبارة عن إيه؟ دعاء لمين؟ للميت. فلذلك ينتفع الميت انتفاعا عظيما بالدعاء. إذا كان لك ميت أو تعرف ميتا من المسلمين فأكثرت الدعاء له وأخلصت نفعه الله عز وجل بذلك. اتنين من إيه؟ اتنين من إيه؟ مما ينتفع به العبد بعد موته. قلنا الأولانية كانت إيه؟ الدعاء. اتنين، ها، قضاء الصوم عنه. قضاء الصوم عنه، قال صلى الله عليه وسلم
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حديث رواه البخاري ومسلم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ايه الصيام اللي عليه؟ يعني رمضان او ايه؟ او نذر او كفارات، اي صيام واجب فرض. انسان مات وكان مستطيعا للصيام ولم يصم لاي سبب من الاسباب، فاولياؤه من بعده اذا صاموا له وصل له ذلك الثواب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان امراه ركبت البحر فنذرت ان الله او ان الله تبارك وتعالى انجاها ان تصوم شهرا. اشمعنى يعني؟ لان العرب كانوا يخافوا جدا من الميه من ايام سد ايه بتاع اليمن، سد مأرب اللي انهار والناس غرقت، فكان ما يعوزوا يخوفوا واحد من حاجه يقول له هل ركبت البحر؟ خد بالك، يقول له يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني حاجه مهوله يعني. فكانوا يخافون من ركوب البحر. فالمراه دي لما ركبت سفينه والدنيا لعبت بيها فقالت يا رب تنجيني وانا ايه؟ وده ايه حكمه؟ ما انا عارف ايه حكم النذر ده؟ يعني ما هو لازم توفي بيه بس مكروه غير مستحب. ليه؟ لانه نذر معلق، والنذر المعلق يستخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب لو نجحت حصوم لك اسبوع. طب وانت افرض ما انا سقطت هتعمل ايه؟ انا عارف مش هتصوم مفيش مشاكل، بس انت ليه تعلق دي على دي؟ ما تصوم لله شكر لله سبحانه وتعالى، اي لا تعلق. عشان كده النذر ده مكروه بهذه الصيغه، ولكن يجب عليه ان يوفي به اذا تحقق الشيء الذي ايه علقه عليه. قالت إن الله تبارك وتعالى أنجاها نذرت أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. ما لحقتش إيه؟ يعني طلعت من البحر وإيه برضه؟ فجاءت قرابة لها، شرط تكون ماتت بعدها يعني، إما أختها أو ابنتها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. رواه البخاري ومسلم. وده استعمال القياس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كالظاهرية الذين لا يعتبرون القياس حجة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقيس الصيام الذي هو النذر على الدين، لو مات ميت وعليه دين أولياؤه يقضون ذلك عنه. فكذلك الصوم هذا الفرض دين على العبد لمن؟ لله. فأولياؤه يجب عليهم إيه؟ قضاء ذلك عنه. لا يلزم أن يصومه. يعني مثلا إنسان عليه صيام من رمضان، ممكن كان هو عاجز عن الصيام ونحو ذلك، وما صام ولا أطعم فمات، أولياؤه إما أن يصوموا عنه أو يطعموا عنه، إما أن يصوموا وإما، وبعضهم ربما البعض يصوم والبعض يطعم، كل ذلك يجزئ إن شاء الله. الثالث قضاء الدين عن الميت. يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه إن أمي ماتت وعليها نذر، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقضيه عنها، فهذا النذر أيضا ومثله الدين. قال صلى الله عليه وسلم إن لما في نفس الحديث أرأيت لو كان على أمك دين أو على أبيك دين، فهذا يستفاد منه قضاء الدين الذي هو حق الناس الفلوس ونحو ذلك، وقضاء أيضا الدين الذي هو حق الله. أيضا من الأعمال التي ينتفع بها الإنسان بعد موته الولد الصالح. لماذا ينتفع الإنسان بولده الصالح؟ لأنه من كسبه. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد الصالح من سعي العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ويقول أيضا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، ذكر منها ولد صالح إيه؟ يدعو له، ولد صالح يدعو له. فلذلك الولد الصالح لو تصدق عن أبيه ها ينفعه تصله، لو صام عن أبيه يصله الثواب، لو صلى عن أبيه لا ما فيش صلاة بقى. ليه؟ لا دليل على ذلك. وهذه أعمال بدنية لا تصح فيها الإنابة إلا ما كان من الحج وما فيه من صلاة مثلا كركعتين بعد الطواف، هذا فيه دليل. أما الصلاة فلم يرد فيها دليل، ولو ورد لعلمناه وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. يعني افتلتت نفسها ما تتفاجأ ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها أو فتصدق عنها. يبقى الذي يفعل الخير، مثلا إنسان يشتري بعض الكتب لأبيه المتوفى، هو الثواب هيروح لأبوه بس ولا هو كمان؟ الاثنين. أو الحديث هو قالت أو سأل الرجل هل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها أو فتصدق عنها. ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو بين بعض الأعمال الأخرى التي تلحق المؤمن بعد وفاته، قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشرة. يعني إيه علما نشرة؟ يعني نشر علم، نشر يعني يعمل ايه؟ تعلم العلم وعلمه، او ينشر كتب العلم او المحاضرات بين الناس، او يعلم بعض الناس وهم يعلمون، او يتكفل مثلا برواتب بعض طلبة العلم وينفق عليهم كي يتفرغوا هم لطلب العلم، فيكون ذلك كله في ميزان حسناته. وولدا صالحا تركه، نخلي بالنا من نقطة ولدا صالحا، فاذا حرص المسلم على صلاح ولده سبب في نفعه هو، يعني صلاح الولد يعود عليك في الأصل كما يعود على الولد، نعم، لكن يعود عليك أنت كذلك. وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل اللي هو مين؟ المسافر الذي انقطعت نفقته فيريد مكانا يبيت فيه، وهذا كان موجودا في بلاد المسلمين قديما، كانت تقام بيوت ومنازل فقط لأبناء السبيل. إنسان غريب ليس له مكان، دلوقتي بينزل فين؟ فندق. لا، الفنادق دي زمان كانت إيه؟ كانت مجانا لأبناء السبيل، يدخل ويأكل ويشرب وينام وكل ما يريده ومجانا تنشئه. ده الناس دلوقتي بتتغنى بأمريكا وأستراليا وأوروبا، يقول لك ده عندهم اللي بيشتغلش بيدوله إيه؟ فلوس مرتب. آه طب ما ده صحيح، طب ما ده عندنا في الإسلام، لكن لو طبق الإسلام فعلا هذا موجود في بلاد في دين الله عز وجل من أوقاف الدولة ومن أموالها ونحو ذلك. أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. يعني إيه بقى سنة حسنة؟ عمل صالح أو سنة نسيها الناس. نعم، بعض الناس، بعض أهل البدع ينشر بدعة في الناس ويقول دي سنة حسنة. عم الشيخ سنة حسنة، الدين ناقص ولا كامل؟ اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم. مش محتاج بقى أن حد يألف ولا يحط عبادات ولا أدعية ولا حاجات يسنها للناس ويشرعها للناس، الدين كامل. لكن السنة الحسنة المراد بها إحياء أعمال صالحة في الناس أو سنن منسية نسيها الناس. الناس مثلا نسوا أذكار الصباح والمساء، فأنت لما تجيب الكتب دي وواحد يقول وأولاده يقولوا وزوجته تقول، وده يبقى أنت كده إيه؟ تسن. السواك مثلا غير موجود مثلا في الناس، لما تيجي الأسبوع الجاي بقى تجيب كده أسوكة مثلا وتوزع على الناس، ثم هو يحب هذه السنة ويداوم عليها، يبقى فين؟ في ميزان حسنات. وهكذا. أو قال صلى الله عليه وسلم أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثارهم. وقال أيضا سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. إيه رأيكم في دول بقى؟ أختم بيه عشان ما طولش. سبع حاجات إنسان يعملهم بعد ما يموت الثواب إيه؟ يوصله. إيه رأيكم نحاول نعملهم؟ عد معايا كده. سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موت. أمن مستقبلك. إحنا بدأنا الدرس كده، أنا بقول لك هو سبع حاجات حاول تعملها أو تعمل اللي تقدر عليه منها. قال من علم علما، هات ناس معاك الدرس اللي جاي.
هاتوا زوجاتك ونساء ونحو ذلك يتعلمون العلم في مصلى النساء، هات الأولاد. دلوقتي في أجازة ولا في امتحانات ولا في إيه؟ امتحانات إيه؟ كله أجازة، هات الناس يسمعوا ويتعلموا. ماشي كده. بعض كتب العلم، اشتري كتب علم لطلاب العلم. ما تسمعه من العلم بلغه للناس، اسمع تعلم وعلم. أدي واحد. أو أجرى نهرا أو حفر بئرا، زي ما موجود كده ال 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 القوافل اللي ترسلها الدعوة لأفريقيا، منها مثلا حفر الآبار. الإخوة بيذكرون ننزل في قرية مثلا نحفر بئر، نكلم الناس أهل القرية يسلموا بسبب إيه؟ بئر واحد. يقول لهم أنتوا أحسن من النصارى الصليبيين. يقول لهم ليه؟ يقول لهم التانين بيشترطوا علينا، هنديكوا ده بس تبقوا معنا مع يسوع المسيح. يعني إيه؟ أخذ بالك؟ لكن أنتوا لو إحنا ما أسلمناش هتحفروا برضو البئر؟ يقول لهم يقول لهم ده الإسلام ده أحسن ويسلموا بإيه؟ بس بئر واحد. ها، من أو حفر بئرا أو غرس نخلا، ودي سهلة، أو غرس نخلا أو بنى مسجدا. مسجد الخليل في 45 على أئمة شارع 30، الأعمال التشطيب وقفت فيه بسبب أن ما فيش حد بيساعد ولا بيشارك. ومسجد يعني فيه بعد كده دروس علم، فيه خطابة، فيه تعليم قرآن، فيه كل ده، لما تشارك هيبقى في ميزان حسناتك. أو بنى مسجدا، وعارفين من بنى لله مسجدا بنى الله له إيه؟ مثله في الجنة أو خيرا منه في الجنة أو أوسع منه في الجنة. أو ورث مصحفا. أنا بقى أفتح هنا باب إيه؟ هات معاك مصحفين اديهم للشيخ، قول له ادي دول لواحد يحفظ فيهم، يبقى ده خدت انت الباب ده. او ورث ايه؟ مصحفا. او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ولذلك في الحديث الصحيح صحيح مسلم، ان الرجل لترفع له الدرجه في الجنه بعد موته، فيقول ان لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فانظر للاولاد واهمال بعض البيوت لاولادهم، وهم يضرون أنفسهم ويضرون أولادهم، لأنهم يسألون عنهم يوم القيامة، ولأنه يحرم نفسه من الخير الذي يعود إليه بعد موته إذا كان ولده ليس بصالح. لذا أخي أوصيك أن تعلم أولادك كتاب الله، دار من دور تحفيظ القرآن، مسجد من المساجد، تعلم بناتك مع النساء كي يحفظن القرآن ويتعلمن القرآن، هذا ينفعهم الله عز وجل به وينفعك أيضا به بعد الموت. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا، وأن يبارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا وزوجاتنا، وأن يصلح أحوال مصر وأحوال بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.